طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تأل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث في الوقف والابتداء في الشرح بإيجاز لهذه الدروس. أخذنا الدرس الأول والثاني والثالث، واليوم مع الدرس الرابع في الوقف والابتداء مع قول الله تبارك وتعالى، الآية رقم 14 من سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القارئ عندما يقرأ ويضيق النفس عنده فيقف أحيانا وقفات يعني تخل بالمعنى، وهذا هو الذي نتكلم عنه، الوقف الذي لا يصح. الوقف الذي لا يصح في هذه الآية أن تقف على آمنا، قالوا آمنا، فيعني أصبح بهذا الوقف أصبح مدح، بدل أن يكون ذم أصبح مدح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، طب ما العيب في ذلك؟ فأصبح مدح بدلا أن يكون ذم. فعندما نصل الآية يعني يكتمل المعنى بأن هذا ذم في المنافقين، أما الوقف على آمنا أصبح مدح بدلا من الذم، فهذا الوقف لا يصح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقف لا يصح. طب هناك من يقول أن النفس عندي ضيق ولا أستطيع والآية طويلة، ماذا أفعل؟ يعني نقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ريح محطة، ريح، عشان لو وقفت على آمنا بعدها يعني يحدث الايه، يحدث خلل في المعنى، وكأنك مدحت بدلا من الايه، من الذم. فتقف قالوا ارحم. ثم قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم. طيب نبدأ منين؟ قالوا إنا معكم. لو بدأت إنما نحن مستهزئون كأنك بتكلم إيه؟ تكلم عن نفسك، إنما نحن مستهزئون، لا بس. يبقى لا يصح الوقف على آمنا، ولا يصح البدء بإيه؟ بإنما نحن مستهزئون. طب تعمل إيه بقى؟ يعني لا تبدأ إنما نحن، إنما تقول قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى خلاصة القول، لا يصح الوقف على آمنا، ولا يصح البدء إنما نحن مستهزئون. وطبعا الأكمل والأفضل أن تأتي بالآية كاملة، لكن من يضيق به النفس يعني يقف على قالوا ثم يكمل ويقف على معكم، ها، ثم يعيد قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.